بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيك شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من كورس المالوير اناليسيس. في الفيديو اللي فات شفنا الانتي فايروس سكاننج، وهي كانت اول تكنيك عندنا نستخدمه في الستاتيك بيزك ستاتيك اناليسيس. وكنا بنجيب المالوير بتاعتنا كنا بنعملها سكاننج عن طريق حاجة اسمها الهاش. طيب في الفيديو ده عايزين نشرح ايه الفرق بين الهاش وايه الفرق بين الهاش والتشفير. الهاش هو عبارة عن ان انا بجيب البصمة بتاعت الحاجة، البصمة بتاعت الملف، البصمة بتاعت الكلمة، البصمة بتاعت اي حاجة بتبقى في الكمبيوتر بقدر اجيب لها البصمة بتاعتها. طب علشان نفهم الهاشنج لازم نفهم التشفير الاول. هو التشفير ده عبارة عن ايه؟ شغل البرزنتيشن، نجيب القلم بتاعنا الجميل، التشفير ده عبارة عن ايه؟ الانكريبشن والديكريبشن، التشفير وفك التشفير. طيب التشفير عبارة عن ان انا بيبقى عندي مثلا هي كلمة، بيبقى عندي كلمة، الكلمة دي بخوارزمية معينة، تمام، بشكل معين بحول الكلمة دي، مثلا بدل ما هي مثلا كانت مكتوبة احمد اهي، بشكل معين بطريقة معينة بحولها مثلا التشفير، مثلا بيقوم عاكسها لي مثلا، يعني هو في طبعا عندي كذا الجوريزم من الجوريزم التشفير، وانا فاهم مثلا التشفير بيقوم عاكس لي الكلمة، جيب لي الحروف بالعكس. فاول نفترض ان انا كان عندي كلمة احمد، لما جيت شفرتها اتحولت بالطريقة دي، فانا كده عملت لها تشفير. يعني ايه تشفير؟ يعني غيرتها من الشكل الاصلي بتاعها لشكل غير مفهوم او لنص غير مفهوم، ده احنا بنتكلم مثلا على كلمه او على جمله، تمام. بس في نفس الوقت انا بقدر ارجع الكلمه دي لاصلها تاني، يعني بقدر الكلمه اللي انا عملتها تشفير دي بقدر افك لها التشفير وارجعها ايه، وارجعها للطريقه الاوليه اللي كانت عليها. فاول حاجه اللي حولتها من الكلمه العاديه للكلمه اللي غير مفهومه دي التشفير، واني رجعتها من الكلمه الغير مفهومه لاصلها فده فك التشفير، ده الانكريبشن. ففي التشفير انت يعني بيبقى معاك حاجه اسمها الكي او معاك المفتاح. المفتاح ده هو الكود اللي بتشفر بيه، وهو نفس الكود اللي بتقدر تفك بيه التشفير وترجع الكلمه لاصلها، تمام. فالتشفير انت لما بتشفر حاجه تقدر ترجعها لاصلها. اما الهاشنج لا، الهاشنج انت بمجرد ما تعمل هاش لحاجه اسمها هاش، يعني انت بتشوهها او مش بتشوهها، يعني انت طلعت بصمه، فالبصمه دي مش هينفع ترجعها لاصلها. التكست اللي طلع ده مش هينفع يطلع، مش هينفع يرجع تاني اصلا، الهاش اللي طلع مش هينفع يرجع تاني اصلا. فالتشفير انت ممكن تشفر حاجه وترجع تفك تشفيرها تاني، انما في الهاشنج لا، الهاشنج الحاجه مجرد ما تعمل لها هاش خلاص ما بترجعش لاصلها تاني، تمام. بس كده الفرق ما بينهم، ده الفرق بين الهاشنج والتشفير. التشفير عندي الجوريزمز كتير جدا، عندي السايفر، عندي السايفر انكريبشن، وعندي الدي اي اس، وعندي الاي اي اس، وعندي الار اس اي، عندي الجوريزمز كتير جدا. كل الجوريزمز ليه المعادله بتاعته، كل الجوريزم منهم وكل خوارزميه منهم ليها معادله بتاعتها، والمعادله دي المعادله ديت بتبقى على حسب سهولتها او صعوبتها، بتبقى على حسب فك التشفير بتاعها او كسر التشفير، يعني ده لو انت ما معكش المفتاح، تمام. اما الهاشنج عندك برضو انواع كتير من الهاشنج، عندك اشهرهم الشا 1 والشا 256 والشا والاسف والام دي والام دي 5، دول اشهر انواع الهاشنج يعني اللي بتبقى مستخدمه، تمام. خلينا فاكرين ان التشفير هي الحاجه اللي بقدر ارجع الكلمه لاصلها منها تاني، يعني بعد ما شفرتها اقدر ارجعها لاصلها تاني. اما الهاش لا، حتى بص انا عامل لك مفتاح، يعني ادي التكست بتاعي او الكلمه بتاعتي، بالمفتاح ده بعمل تشفير، فبتطلع لي ايه؟ بيطلع لي نص مشفر. بنفس المفتاح ده بقدر اعمل ايه؟ بقدر افك التشفير وارجعها لاصلها تاني. انما هنا لا، انا عندي التكست اهو بدخله على الهاش فانكشن، ايا كان بقى الام دي 5 اللي شام 256 ايا كان، بتطلع لي هاش تكست، بس ما بقدرش ارجعها لاصلها تاني. فده الفرق بين الهاشنج والتشفير، التشفير اقدر ارجع اصله، الهاشنج لا. بس كده.
هو ده كان موضوع النهاردة، هو كان فرق بين التشفير والهاشنج. موضوع سهل بسيط، ولكن يعني يهمني انكم تكونوا عارفينه يعني وفاهمينه.